البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكون اموركم على خير وبخير، ولي شاف هذا الفيديو يكون بالصحه والهنا وطول العمر. سمحوا لي راه كنغبر عليكم لحكم الظروف والوليدات كيقراو، داكشي علاش دابا لقيت الفرصه بالليل حتى نعست الوليدات. سمحوا لي واخا كنصور بالليل، هذه هي الوقيته اللي عندي كنحيدها من وقتي انا، وقلت نشارك معكم رايي ونشوف رايكم حتى نتوما معايا كيفاش في الكومونتير تخليه ليا. سمحوا لي لاول مره كيشوف القناه ديالي، كنتمنى يشجعني ويدعمني باش يعطيني المزيد هكا ويعطيني الطاقه والكوراج باش نعطي الاكل المزيد والعائله ديالنا تكبر. اليوم غاد بغيت نصور واحد الفيديو على حساب اليوتيوبرز الكبار ونعطي رايي فيهم. البنت ديالي غادي تسولني عليهم وانا كل وحده غنعطي رايي الشخصي فيه في اليوتيوبرز اللي غتعطيني، وكنتمنى تكونوا نتوما بحالي وتعطيو رايكم في الكومونتير ونشوفوا اليوتيوبرز الاولى. السيده اللي غادي نهضروا عليها هي الاولى، نشوف شكون هي. سميت اسماء بيوتي، هي اللي غادي نهضر عليها. المهم هذه التصويره الاواخر ديالها. كيفاش كتجيكم نتوما اسماء بيوتي؟ انا كيفاش كتجيني اسماء بيوتي؟ كتجيني انسانه شجاعه وجريئه وداكشي اللي بغات وصلات ليه، هادشي اللي كتجيني انا. كيف كتجيني انا بداك الجراه؟ كيفاش كتهضر وكيفاش خرجات بلا فيديو الاول ديالها؟ كنقولها برافو على الجراه اللي فيك وبرافو على الشجاعه اللي فيك. الانسان الا بغى شي حاجه ضروري ولا يوصل ليها بواحد التعب وبواحد المشقه. كما كتعرفوا هادشي ديال اليوتيوب رجع صعيب، باش راه حرب قتيله ما بين اليوتيوبرز كبار مشهورين. وكنقول الاسماء بيوتي برافو عليك وطب وليداتك فزك ان شاء الله وبالتوفيق. وكيعجبوني هكا العيالات المغربيات فحلات تبارك الله، وكنقولها برافو عليك وبالتوفيق ومسيره طيبه يا ربي في حياتك. غادي نشوفوا اليوتيوبرز الثانيه. كيف كتجيك؟ واش تبدلات ولا لا؟ غادي نشوفوا اسماء بيوتي هنا كيفاش. المهم البنات، الابنه ديالي سولاتني قالت لي كيفاش جاتك اسماء بيوتي في الاول ديالها وكيفاش جاتك دابا. بيان سور الفلوس كتبدلنا، بيان سور طبيعه الحال كتبدل شي حوايج فينا، ولو ما نكذبوش على بعضياتنا. الفلوس شي حاجه اللي كتغير، والتجميل ديال دابا والميك اب ديال دابا برافو عليهم ما شاء الله، كيبدلوا الانسان من الوجه الى وجه. الصوره كيفاش كانت قبالتي ديال اسماء بيوتي وكيفاش رجعت، ما شاء الله يعني كاين تغيير كثير. وعجبني اللوك الجديد ديالها دابا باش ظهرت فيه في العقيقه ديال الابنية ديالها، وكنتمنى لها التوفيق ومسيره طيبه. المهم غادي نشوفوا اليوتيوب الثانيه دابا، المحظوظه الثانيه معنا، نشوفوا شكون هي. المهم اليوتيوبرز دابا لي طبيعه الحال اللي كنعرفها جد المعرفه دازت معنا جورا، الناس اللي عمرها دار وبنت ناس طيبين، والمرحومه ديالها كانت ديال الام ديالها كانت جارتنا، الله يجعل ربي يرحمها ويوسع عليها. المهم اسماء بيوتي، من اسماء بيوتي لهذه الاسيا بيوتي. المهم كيتغطوا يا الاسماء، هذه اسيا بيوتي بنت جيراننا عايشه على برا، وتقدروا تكونوا كتعرفوها. المهم حتى هي انسانه طيبه واخلاق عاليه والشجاعه ما شاء الله عليها، كنقولها برافو عليك من هذا المنبر. انسانه شجوعه بزاف وطموحه بزاف، والحقيقه اللي ما يعرفهاش عن قرب يخسرها. بالحكم ديالي انا كنعرفها عن قرب، زعما الناس الله يعمرهم الدار والوالدين ديالها، الوالده الله يرحمها ويوسع عليها كانت من اطيب خلق الله. وكتعجبني الشجاعه ديال اسيا بيوتي تبارك الله عليها، وبالحكم التجارب اللي دازت في حياتها والعقارات اللي لقات في حياتها، رغم ذلك ديما لوك جديد، ديما تغيير جديد، ديما حماس جديد. كنقولها برافو عليك والكوراج اللي عندك ما شاء الله عليك. انا كنتابعها، كتعجبني الانسان اللي عنده الكوراج والانسان اللي عنده شخصيه ما كيضعفش كما كان الموقف، كيبقى هو هذا هو الانسان اللي كيعجبني انا.
كيعجبني الانسان اللي عنده الطاقه وما كيخلي حتى شي واحد يكسره، ولو كيوقف اي واحد بالعنقله ديالو. المهم هو هذا، لا جيت نهضر خاصني بزاف نهضر في حقهم وغادي ندوز. المهم البنات، انا كيعجبني المحتوى ديال اسيا بيوتي، قلت لكم كيعجبني المحتوى ديالها. انسانه كتحط اللي كاين كتقوله، واللي كاين صريحه فصفص. كيعجبني، برافو عليها، وكنتمنى لها حتى هي التوفيق مع وليداتها ومولا دارها، وكنتمنى لها التوفيق ومسيره طيبه. وتتقولوا لي انتم كيفاش جاكم. المهم تتشوفوا معايا كيفاش كانت وكيفاش ولات. بطبيعه الحال كان تغيير، المراه ملي كتولد ماشي هي ملي كتكون، كاين تغيير. هي تبارك الله عليها عندها لوك، كل مره كتظهر بلوك حتى هي جديد ولوك رائع، وبرافو عليها. وهذا هو اللوك ديالها كيفاش كانت وكيفاش ولات، غادي تشوفوه معانا. المهم غادي ندوزو اليوتيوبرز الثالثة، نشوفو شكون هي سعيدة الحظ. مريم أصواب، يلا بينا التالية. مريم أصواب بنت ما شاء الله، إنسانة طيبة وإنسانة حلوة. القناة ديالها كتعجبني بزاف، وكيعجبني المحتوى ديالها. بنت مؤدبة، وكنتمنى يا ربي جميع البنيتات المغربيات يكونوا بحالها. كتشرف بالبلاد ديالها، حشومية، بنيتة مؤدبة متخلقة. الله يكمل عليها بالخير ومسيرة طيبة ليها. المهم مريم أصواب إنسانة متواضعة جدا، اللي ما كيعرفهاش متواضعة في حياتها. وخا يوتيوبرز جديدة، تبارك الله عليها، حاولت تكسب مقالب قلوب المغاربة، وإنسانة بسيطة وكتعطي من أعماق قلبها. وشي إنسانة مهم لي على قلبها على لسانها، ماشي بحال بعض شي وحدين الله يغفر ليهم. المهم كنتمنى لها يفكها ربي على خير ويفرحها بالذرية الصالحة يا ربي، وكنتمنى لها مسيرة طيبة. المهم حتى تشوفوا مريم أصواب كيفاش جاتكم من قبل وكيفاش جاتكم من بعد، تتقولوا كاين تغيير، كاين تغيير فعلا ما شاء الله. انا جاني كاين تغيير، وانتم حتى تقولوا لي شنو كاين. المهم غادي ندوزو لليوتيوبرز الرابعة ونشوفوا سعادة الحد شكون هي. روعة. كتعجبني انا بزاف، حلوة، غزالة، لا هي لا وليدها لا مولا دارها، غزالة بزاف، وانسانة اللي عطت المزيد في على القناة ديالها من نهار عرفناها في لالا العروسة، وهي غزالة تبارك الله عليها، وشرفت المرأة المغربية. روعة كما كتعرفوا، روعة فعلا، اسم على مسمى. وانا من الاوائل اللي كنفضل وكنتفرج ليها بزاف، وكتعجبني تبارك الله في الشخصية ديالها رائعة، وفي الحياة ديالها اللي كيفاش كتنظم حياتها، وكتعطي واحد القدوة للمرأة المغربية كيفاش تعيش في دارها ومع مولا دارها بسعادة ونشاط والرشاقة اللي فيها. فعلا روعة، وقالوا روعة ما شاء الله عليها. كنتمنى لها يا ربي التوفيق في حياتها، وحتى تقولوا لي كيفاش جاتكم، كي كانت وكي ولات. المهم انا جاتني حلوه من الاول حتى الاخر، كتجيني غزاله من الاول ديالها حتى الاخر ديالها. وندوز نشوفوا شكون اللي باقا معانا. اكرام بلانوفا، كتعكل ليا الاسم ديالها اكرام، شي حاجه اللي شغنقول لها برافو عليها. واخا حتى هي مسكينه لقات مشاكل في حياتها، وبالحكم المعاناه الصحيه اللي دوزات حتى هي حسيت بيها في ذاك اللحظه اللي كانت عيانه. كنقول لها اختي اكرام، اعطي المزيد، وخليك ديما شجاعه، وخليك ديما واقفه على وليداتك، حيت عندك وليدات محتاجين ليك، وانا من النوع اللي كان حماق عليك، وكيعجبني المحتوى ديالك. والله العظيم فاش مرضت بقى فيا الحال وما بغيتش داك الوقعه الصحيه، ولكن الحمد لله المؤمن مصاب، وكنتمنى لها يا ربي الشفاء، وما نبغيش لي حاجه تضرها، حيت
ام وليدات ومراه مغربيه ديال بصح وكافوحه ديال بصح، وصراحه شي مراه اللي كما بغينا نقولوا ديال الزمان، وشرفت المغرب. قناه محتوى زوين وكتشارك معنا اي حاجه، ماشي شي وحده اللي انانيه في حياتها، اي حاجه كانت كتشاركها مع المشاهدين ديالها. ومن هذا المنبر هذا ومن هذا الفيديو هذا كنقولها شكرا اكرام، والله يخليك يا ربي ديما سعيده في حياتك ويفرحك بوليداتك ويعطيك ما بغيت ما تمنيتي. نشوفوا اكرام كيفاش كانت وكيفاش ولات، كاين تغيير وكاين لوك جديد، وكتعجبني انا تبارك الله ديما باللوك ديالها الجديد، وما شاء الله عليها كانت غزاله ومازال غزاله، والله يجعل ربي يحفظها لوليداتها. وحتى تقولوا لي في الكومنتار كيفاش جاكم لا فيديو. المهم عندي واحد بنتي كتقول لي هضري على على امي نعيمه، امي نعيمه يا امي نعيمه، امي نعيمه صراحه كانت ماشيه في حياتها زوين والله العظيم، كانت ماشيه وكانت وصلت لشي حوايج اللي برافو عليها ما وصلهم حتى شي واحد. وتصور مرا باديه، مرا من الباديه، وكيفاش جات وكيفاش زعما بواحد كيفاش فرضت راسها على المجتمع بالعربيه، يعني ما يقدر يديرها حتى شي واحد. مرا جريئه، مرا كي قلنا حنا مرا وقاده، ولكن للاسف على هاد المؤخره اللي خرج على ام نعيمه، ما بغيتش داك لا فيديوهات يكونوا وداك المحتوى اللي وقع، والله يجعل ربي الا كانت الله اعلم هادشي ما نقدرش ندوي عليه. المهم كنتمنى لها حتى هي امي نعيمه كتبقى، وكنتمنى لها مسيره طيبه، والله يهدي الامه المغربيه واللي باغي شي حاجه الله يوفقه. ومن هاد لا فيديو هذا كنبغي نقول لهاد اليوتيوبرز كاملين اللي كنعرف، هذا الاخر اخر واحده قالت لي ماما هضري عليها سميتها ساره ابو جاد، كيمشيو ليها الاسماء. المهم ساره ابو جاد كنقول لها كنقدم لك التحيه من هذا المنبر من هذا الفيديو، كنقول لك كوني امراه شجاعه وكوني امراه خلوها تزير، كوني امراه مع روحك، هذه هي اللحظه اللي خصك تكوني فيها امراه وقاده وتقدري كيفاش تقاومي هاد اللحظة هادي، حيت لحظة فعل صعيبة باش تعيشها أي مرأة، صعيبة بزاف وبالخصوص فاش كتكون عندك وليدات، هذا هو اللي كيزيد يصعب عليك هاد الأمور هادي ديال هاد المسائل هادي ديال الطلاق. كنتمنى لك أختي من أعماق قلبي الصبر، وكنتمنى لك حياة يا ربي تكون من اجمل الحياه اللي تخيلتيها في حياتك، وكنتمنى يا ربي يبدلك من الاحسن ويعوضك خير في وليدك. وكنقول لك كوني شجاعه وشجاعه وشجاعه، واخا انتي كنعرف بحكم كيفاش كنتابعها هي شجاعه، ولكن كنتمنى تكون شجاعه في هذه اللحظه اكثر، حيت هذه هي اللحظه اللي كتكون الضربه الحاسمه، كيفاش تكوني كيفاش توقفي على رجليك وكيفاش تصبري. وكنتمنى لها يا ربي الصبر ويوقفها، وهذا هو المهم. تتشوفوا معنا اللوك كيفاش كانت وكيفاش ولات غزاله تبارك الله عليها من الاول ديالها حتى الاخير. المهم يا ربي كنتمنى لها التوفيق في حياتها حتى هي، وسمحوا لي كاملين اللي نسيتو يسمح لي، وحتى تقولي لي كيفاش جاكم لا فيديو، وإلا كيعجبكم بحال هذا المحتوى هذا علاش لا نبقاو نديروه. وسمحوا لي على التصوير ديال الليل، وما تنساوش تخليوا لي اللايك والكومونتير هكا باش العائله ديالنا تكبر، ونتلاقاو في لا فيديو اخرى ان شاء الله يا ربي.